أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف 11. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم العناوين والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا العام الدراسي. بداية نريد أن نؤكد أن كتب التربية الإسلامية تتسم بخصوصية تنبع من أنها تؤدي دوراً مهماً، فهي تتصل مباشرة بحياتنا وواقعنا وتشكل إطاراً مرجعياً لتصرفاتنا وسلوكياتنا وقيمنا واتجاهاتنا. أيضاً هي لا تزود بالمعلومات فحسب، بل تسهم في تنمية حياتنا العلمية والعملية بصورة متكاملة وشاملة. هذا الأمر يعطي أهمية للدور الذي روعي في بناء هذا المنهاج، فضلاً عن إبراز المنحنى التكاملي بين محاور التربية الإسلامية ودمج المهارات الحياتية والمفاهيم العابرة في الأنشطة والأمثلة المتنوعة. يتألف هذا الكتاب من 4 وحدات. لاحظوا معي هنا، هذا هو الكتاب مرة أخرى. بداية وكما يظهر أمامكم، سنستعرض محتوى الوحدة الأولى. الوحدة الأولى بعنوان فألف بين قلوبكم. سنناقش خلالها جهود علماء المسلمين في خدمة القرآن الكريم، سورة آل عمران من الآية 102 إلى الآية 105، من خصائص الشريعة الإسلامية الإيجابية، مجتمع الخير، حديث نبوي شريف، العزيمة والرخصة. بعد ذلك سننتقل إلى محتوى الوحدة الثانية. الوحدة الثانية وكما يظهر أمامكم، سنتناول فيها سورة آل عمران من الآية 169 إلى 174. بعد ذلك سننتقل إلى الدرس الثاني، وهو جهود علماء المسلمين في الحفاظ على السنة النبوية، وأيضا سنتناول موضوع الزواج، مشروعيته ومقدماته، الجهاد في سبيل الله وفي الإسلام، وتفاصيل وأسباب معركة مؤتة. الوحدة الثالثة وهي بعنوان وإنك لعلى خلق عظيم. ومن العنوان نستطيع أن نعرف ونستشف ما هي الموضوعات التي ستتحدث عن هذه الوحدة. سورة فصلت من الآية 30 إلى الآية 36، الأخلاق في الإسلام، الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، المحرمات من النساء، علماء من بلدي. بعد ذلك سننتقل إلى الوحدة الرابعة، وهي أيضا مرة أخرى بعنوان فليعبدوا رب هذا البيت. خلال هذه الوحدة سننتقل إلى سورة الجاثية من الآية الكريمة 23 إلى الآية 27، من صور الضلال، سنتعرف إلى صور الضلال من أحكام عقد الزواج، الحقوق المالية للمرأة في الإسلام، الأمن الغذائي في الإسلام. بعد ذلك سنبدأ فصلاً جديداً، وهو الفصل الدراسي الثاني. سنستعرض خلاله سورة الحج الآيات من 5 إلى 7، عظمة الله عز وجل في حديث شريف، من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ العقل، كرامة الإنسان في الشريعة الإسلامية، وأيضاً من مساجد العالم الإسلامي. أما بالنسبة للوحدة الثانية فهي ستكون عبارة عن 5 دروس. الدرس الأول من سورة الروم من الآية 21 إلى الآية 24،
المسؤولية في الإسلام ستكون في حديث شريف أيضا، فتح مكة عام 8 للهجرة. سنتحدث أيضا عن القائد صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه، وأيضا سنتحدث عن حقوق الزوجين في الإسلام، كل ما له وما عليه. بعد ذلك سننتقل إلى الوحدة الثالثة. في الوحدة الثالثة سنتحدث عن سورة الحشر من الآية 18 إلى الآية 24، وما فيها من موضوعات سنقوم بشرحها وتسليط الضوء عليها. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإسلام والوحدة الوطنية، منهج الإسلام في معالجة مشكلة الفقر، تنظيم النسل. أيضاً المحتوى للوحدة الرابعة، وهي الوحدة الأخيرة خلال الفصل الدراسي الثاني، سنتعرف إلى الأمثال في القرآن الكريم، الحقوق الاجتماعية للمرأة في الإسلام، مراعاة الأعراف في الشريعة الإسلامية، يوم تبوك، وخصائص الحضارة الإسلامية وأثرها في الحياة الإنسانية. عزيزي الطالب، هذا هو عرض سريع لما سنقوم بدراسته وشرحه خلال هذا العام. أرجو أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.